أكملوا دراستهم على أمل التوظيف ليجدوا أنفسهم في الأسواق الشعبية يبحثون عن عمل يؤمن لهم قوت يومهم. الحديث هنا عن حال الشباب في محافظة بابل الذين أوصلهم فساد السلطة الحاكمة إلى ما هم عليه اليوم. يتجول هؤلاء الشباب في أروقة الأسواق الشعبية باحثين عن عمل ما، وصاحب الحظ فيهم هو من يظفر بفرصة عمل، كما هو الحال مع الشاب علي كريم. أنا خريج تربية رياضيات، يعني ودا أشتغل مثل ما أشوف بالزوالي، يعني ليش وقت؟ أعمارنا هسه، يعني إحنا إذا مو هسه نتعين أو باشر أو عقبه، شو وقت نبني مستقبلنا؟ بينما يتساءل بعض الشباب عن جدوى قضاء سنوات طويلة من أعمارهم على مقاعد الدراسة، ليجدوا في نهاية المطاف أنفسهم على أرصفة الشوارع باحثين عن عمل. يعني هسه شغل الخريجين أي شغل ماكو، يعني هسه خريجين دا يشتغلون بيدي، يعني خريج واقف شرطي، يعني حال أمي ابتدائية وغير ابتدائية، واحنا هاي يعني عندنا خريجين اثنين، يعني دا يشتغل بالبناية، وعندنا هذا خريج هم يشتغل هنا مواد كيميائية، يعني يخبط من الصبح الليل مواد كيميائية وخريج، يعني ليش تعب ليش درس؟ إن لم تكن منتمياً لأحد أحزاب السلطة الحاكمة في العراق فلا تحلم بالحصول على وظيفة، واتجه فوراً إلى الشارع أو السوق أو غيرهما وابحث عن عمل هناك، واقع يؤكده سكان محافظة بابل. والله هي أكثرها هي جهة سياسية وحزبية، بلي عندك أنت جهة سياسية تتعين، ما عندك جهة أو واسطة ما تتعين، ما لك أي دور، لأن تعرف الحصص للتعيينات اللي موجودة حسب ما أنا أعرف، يعني أكثر من واحد يقول تجي من بغداد، حسب ما هو الحزب الفلاني هو اللي يجيب لك الحصة، يختار 1-2-10 معينين يجيبون لهم التعيين مالتهم. حال الشباب الخريجين في محافظة بابل دفع من هم أصغر سنا لتجنب إكمال الدراسة واللجوء إلى العمالة مبكرا، وذلك بعد أن تولدت قناعة لدى أغلبهم بأن لا جدوى من إكمال التعليم في ظل سيطرة الأحزاب الحاكمة على ملف التوظيف.